كان معايا طفل في المدرسة اسمه عمرو. عمرو دوت كان معايا في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي. جينا على تالتة ابتدائي، عمرو ده ما كانش، أنا كنت شاطرة قوي في المدرسة والناس كلها بتحبني ونهلة وكده، بس عمرو لأ، عمرو ما كانش شاطر، وعمرو ما كانش كانت أخلاقه برضو مش قد كده، فما كانش محبوب قوي في المدرسة، وتقريبا كان عنده مشكلة معايا، يعني ما بيحبنيش. فأولى ابتدائي تاني ابتدائي تالتة ابتدائي عمرو ما بقاش في المدرسة. فلما سألنا وكده عرفنا ان بابا طلعه من المدرسه. عمرو اشتغل في ورشه بعدي عليها انا كل يوم وانا رايحه المدرسه. كان بيعمل ايه كل يوم؟ كان بيجي على اول الشارع وينده من بعيد، انت يا نقله بتاعت الملجا، ارد عليه اقول له ايه ولا اي حاجه، احيانا بتكسف احيانا مش عارفه كذا. كلمه يا بتوع الجمعيه اللي الناس دايما كانت تقعد تقولها، سواء حتى المدرسين نفسهم لما يلاقونا انا واخواتي واقفين، فبدل ما يقولوا يا نهله واخواتها او مش عارفه ايه، انتوا يا بتوع الجمعيه تعالوا مش عارفه كذا، بتوع الجمعيه، فبقينا البنات بتوع الجمعيه. لما الميس تطلع وتقول مثلا فلان وفلان وفلان، دول لان ظروفهم المعيشيه بسيطه، لكن ما ينفعش بقى كمان تندهلي وتقول نهله، فلما اقوم تقول لي مش انت اللي في دار الفلانيه، تعالي انت كمان خدي كذا. انا نهله اللي بحضر في الفصل، ففكره ان انت عاوز تعرف بابا وماما بيشتغلوا ايه، دي مش هتقدم ولا هتاخر خالص في الدرجه بتاعتي اللي هاخدها. الصوره التقليديه للمجتمع اللي الاعلام بيصدرها ان اليتيم دوت مكسور وهدومه مقطعه ومحتاج مش عارفه كذا وكذا، الناس الصوره دي لسه في دماغهم. في ورشه من الورش مع حد من الاطفال في الدار، قال لي انا كنت من 3 سنين حصل موقف انا عمري ما هنساه ومتضايق منه جدا، عشان هو كان مصاحب ولد في صاحبه في المدرسه، وكانوا صحاب جدا وبيروحوا مع بعض وكل حاجه. الولد ده راح قال امر لمامته على عليه، ومامته عرفت بالصدفه ان الولد اللي مصاحب ابنها من دار ايتام، منعته تماما ان هو يتعامل معاه ويتكلمه لمجرد ان هو من دار ايتام. فلا الاهالي لحد وده بقى موقف دلوقتي، يعني فواضح ان هو لسه الاهالي، فكر الاهالي لسه ما اتغيرش للاسف. يعني برنامج مدارس هو كان الهدف منه لما ابتديناه ان احنا نقلل الفجوه اللي بين طلاب المدارس وبين الايتام. في مدارس كتيره ما بتقبلش تاخد اطفال ايتام، وفي اهالي مش بيحبوا ان ولادهم يختلطوا باطفال ايتام او يصاحبوهم، سواء في مدارس انترناشونال او مدارس حكوميه حتى او اي حاجه. فده الدور اللي احنا بنحاول نلعبه كوطنيه، بنحاول نصحح المفاهيم، يبقى في دمج مجتمعي واضح للاطفال دي من هم صغيرين، لان قد اند اوف ذا داي الناس دي عايزه تعيش طفوله طبيعيه زي اي طفل. الطفل اليتيم زي اي طفل، ان هو محتاج رعايه، محتاج حب، محتاج الناس، محتاج المجتمع يتقبله.